مع مرور الوقت يبدو النظام السوري اكثر اصرارا على افشال اتفاق سوتشي الذي ابرمه حليفه الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بهدف منع وقوع حرب شامله في محافظه ادلب تواصلت منذ ذلك الحين خروقات النظام والميليشيات التابعة لها والموالية لإيران متمثلة في هجمات متتالية ضد مواقع المعارضة في المناطق المشمولة بالتهدئة التي أقرها الاتفاق الموقع في أيلول الماضي مئات القذائف الصاروخية وقذائف المورتر أطلقتها قوات النظام مؤخرا على عدد من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة في مناطق شمال حماة وجنوب إدلب واللاذقية التي تقع ضمن المنطقة منزوعة السلاح كما نفذت ميليشيات موالية لإيران عمليات تسلل إلى نقاط تمركز للمعارضة قتل خلالها العشرات من مسلح الجيش السوري الحر وبحسب متابعين للشأن السوري فإن نظام الأسد تتنازعه إرادتان روسية وإيرانية ما يعني أن محاولات النظام لتقويض اتفاق سوتشي لن تكون إلا بتحفيز إيراني وربما برضا أو تغاض روسي يهدف إلى إحراج الشريك التركي في الاتفاق لا سيما أن الروس أثبتوا في غير مرة أنهم لا يلتزمون باتفاقاتهم في سوريا حدث ذلك في الغوطة الشرقية بريف دمشق وفي درعا وريف حمص الشمالي، وكذلك في محافظة حلب التي شهدت محرقة كبرى. تطورات بدا الأتراك مدركين لخطورتها على استمرار الاتفاق، فأرسلت أنقرة وفدا عسكريا إلى المناطق التي شهدت تسلل الميليشيات الداعمة للنظام، ومن ثم قررت تنسيق آلية لتسيير دوريات تركية في مناطق التماس مع تلك الميليشيات، منعا لتكرار تلك الخروقات. النظام السوري إذا عازم على نقض اتفاق سوتشي وهو لا يخفي ذلك لكن المعضلة تكمن في مدى قدرة أنقرة على إلزام شركتها بالاتفاق موسكو بمنع حليفيها في دمشق وطهران من انتهاك بنود سوتشي الأيام القادمة ربما تؤكد ذلك أو تنفيه